السلام عليكم. في هذا المقطع سنتعرف على كيفية الحصول على كود مسار الخاص بالتلميذ دون التواصل مع الإدارة. أولا، تلجون إلى الموقع المبين على الشاشة. نضغط على فضاء الخاص بالتلاميذ والتلميذات. نختار بعد ذلك التفعيل الأولي للحساب الظاهر أسفل الشاشة. ستظهر هذه الصفحة التي تطلب منا إدخال رمز مسار. نقوم بإدخال رمز مسار الخاص بالتلميذ، ثم نضغط على كلمة بحث. بعد ذلك نعيد كتابة رمز مسار الخاص بالتلميذ والمعلومات المطلوبة في الصفحة. للإشارة رمز مسار تجدونه في نتائج التلاميذ كما هو موضح في الصورة. نقوم بإدخال المعلومات المطلوبة في الخانات المناسبة. نكتب كود مسار، الاسم بالفرنسية، النسب بالفرنسية، ثم تاريخ الازدياد، وأخيرا معدل الدورة الأخيرة. بعد أن يتم التأكد من المعلومات التي قمتم بإدخالها، تطالبون بإدخال جد السؤال الموضح في الصورة ثم الضغط على إرسال. ستتوصلون بعد ذلك بكلمة المرور في البريد الإلكتروني الذي قمتم بإدخاله. شكرا على المتابعة.